هذا السائل يقول: ما حكم من لديه قادمة غير مسلمة ويسكن حول مكة ويضطر أحيانا للمرور بها من داخل مكة، هل عليه شيء؟ أول شيء لا يجوز له أن يأتي بخادمة غير مسلمة يدخلها في بيته مع بناته مع أولاده، المسلمات ولله الحمد كثيرات، فيأتي بخادمة مسلمة. ثانيا لا يجوز أن يدخلها في الحرم، لا يدخل الكافر والمشرك في الحرم، يعني في داخل الأميال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني بعد العام التاسع من الهجرة لا يدخلون المسجد الحرام، يعني الحرم هو خاص بالمسجد الذي عند الكعبة فقط، لا يدخلون الحرم كله.